لو شكيت في المية اللي قدامك دي ما تشربهاش. في 19 فبراير في 2013 بدأ النزلة بتاع الفندق الهوتيل سيسل الموجود في لوس أنجلوس اشتكوا من ريحة المية وطعمها المقرف جدا. الصيانة بتوع الفندق فتحوا السطح وطلعوا فوق الخزانات عشان يعرفوا ايه المشكلة، وهنا يكتشفوا الكارثة. البنت دي اسمها أليزا لان، طالبة وعمرها 20 سنة، وكان بقى لها اسبوعين مختفية واهلها مبلغين عنها. اللي خلى الموضوع مرعب ان اخر تسجيل ظهرت فيه أليزا كان الاسانسير بتاع الفندق، كانت عمالة تدوس على زراير الاسانسير وكان باين عليها الخوف، والاهم انها كانت بتعمل حركات كأنها بتتكلم مع حد مش باين في الكاميرا ولا احنا شايفينه. والغموض ما وقفش لحد كده، اولا الجثة لما لقوها عريانة خالص، سطح الفندق محدش قدر يطلعه غير الادارة والصيانة، فالخزان كان عالي جدا، فازاي اللي قتلها قدر يطلع فوق الخزان ويرميها؟ تليفون إليزا عمرهم ما لقوه، ولما ما قدروش يوصلوا حاجة من القضية اتقفل الملف، وتشخص سبب الوفاة انتحار مرض عقلي اضطرابات نفسية.